أثارت أسعار إحدى العلامات التجارية في السعودية مؤخرا حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول حدود حق التاجر في تسعير منتجاته وخدماته، وكذلك دور الجهات الرقابية في حفظ حق المنافسة العادلة بين التجار، إضافة إلى مخاوف البعض من إغراق السوق بمنتجات دون متوسط السعر المعتاد، وانعكاس ذلك سلبا على صغار التجار والمستثمرين. معنا من الرياض مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة الأستاذ حمود العصيمي. أهلا بك أستاذ حمود. أنا كتاجر بداية، هل لي الحق في تسعير السلعة حتى وإن كان دون سعر التكلفة مثلا من أجل كسب السوق؟ نعم طبعا، بالنسبة لنظام المنافسة في البداية يهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك. إضافة إلى أنه المادة الثالثة من النظام نصت على أن تكون أسعار السلع بناء على أو وفق آليات السوق وبناء على العرض والطلب. بكل تأكيد أنه تسعير المنتج هو حق من يعني حقوق المنشأة، تستطيع من خلال الأسعار المنافسة على كسب الحصة السوقية مع المتنافسين، لكن يعني هذا هو الأصل، ولكن خروجا عن الأصل بعض المنشآت تلجأ لتجنب المنافسة حقيقة مع منافسيها إلى القيام بسلوك مثل البيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج المنافسين. وقد أوضحت المادة السادسة من نظام المنافسة على أنه يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن القيام بأي سلوك من ضمن السلوك المحظور بالنظام البيع بأقل من سعر التكلفة. طبعا هذه مشروطة بشرطين، الشرط الأول أن تتمتع المنشأة بوضع مهيمن، بمعنى أن تملك من المعروض الكلي للسلعة والخدمة نسبة 40%. الشرط الثاني أن تؤدي تلك الممارسة إلى الإضرار بالمنافسين وإقصائهم من السوق. طيب، ولكن من الذي يقرر سيد حمود؟ أنتم في الهيئة من خلال جولاتكم الرقابية أم المتضررين من المنافسين؟ طبعا للهيئة أن تبادر إذا لاحظت أن هنالك بعض الممارسات المخلة بالمنافسة أو بناء على شكوى. تقوم الهيئة بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق للتأكد من أن هذه الأسعار هل هي مبنية على يعني المنافسة بسبب والله قلة التكاليف لدى المنشأة وبالتالي هي تنزل بالأسعار بهدف كسب العملاء، أم أن الهدف منها هو بيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج المنافسين والإضرار بهم. طيب، إذا كان هذا السعر هو في صالح المستهلك النهائي، ما المشكلة؟ بكل تأكيد أنه يعني على المدى القصير والقصير جدا ربما يستفيد المستهلك من توفير بعض المبالغ، ولكن إذا نظرنا على المدى المتوسط والطويل ستؤدي تلك المنافسة الغير مشروعة إلى خروج المنافسين من الأسواق، وبالتالي سيكون لدى المنشأة التي قامت بتلك الممارسة القدرة مرة أخرى على رفع الأسعار وتعويض كافة خسارتها بعد إقصائها للمنافسين، وبالتالي يظهر الضرر على المدى المتوسط والطويل على المنافسة بشكل نهائي على المستهلك. طيب، خلينا نختم بالحديث عن دور الهيئة. كيف تستطيعون المحافظة على هذه المعادلة، حرية التاجر في تجارته في تسعير منتجاته، وأيضا الحفاظ على منافسة عادلة وصحية؟ نعم طبعا، بالنسبة لنا في الهيئة العامة للمنافسة احنا يهمنا ان تكون المنافسة حقيقية بين المنشآت، لان المنافسة الحقيقية بين المنشآت ستؤدي الى ان كل منشأة تبحث عن تقليل تكاليفها، ايضا تشجيع الابتكار، تمييز المنتجات، تقديم خدمات جيدة، وبالتالي كل هذه ستنعكس في شكل أسعار منخفضة على المستهلكين، لأن المنافسين عندما يجدون أحد المنشآت قامت بتقليل تكاليفها والدخول بأسعار أفضل منهم لن يقفوا مكتوف الأيدي، بل سيقومون بعمل ابتكارات أو تطوير على المنتج أو إدخال يعني ذكاء اصطناعي في عملية التصنيع بطريقة تجعلهم يستطيعون الدخول بأسعار أقل، وبالتالي إحنا لما نحافظ على هذه التوليفة ستؤدي حتما إلى حصول المستهلك على أسعار أقل وجودة عالية. مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة الأستاذ حمود العصيمي، شكرا جزيلا لك.